متبقي لك تدبير الشأن الرياضي تنظيميا وأمنيا وتدبيريا واقتصاديا. لاحظوا هناك إشكالية كبيرة يعيشها المغرب وهي بعلاقة مع الرياضة وهو العنف والشغب الذي يصاحب هذه التظاهرات الرياضية داخل الملاعب ولكن خارجه كذلك. فكان من المفروض أن تكون الرياضة يعني فضاء للفرجة وللصداقة وللتبادل يعني للتربية وللثقافة. نلاحظ أن كل هذه المبادئ قد أصبحت يعني تنتمي إلى الماضي وأصبح العنف متفشي بطريقة خطيرة وخطيرة جدا. إذن نحن كجامعيين ارتأينا أن نكون يعني منصتين إلى مجتمعنا وأن ننظم يوما دراسيا حول هذه الظاهرة المتفشية ودعونا إلى هذه التظاهرة كل الأطراف التي لها علاقة بهذه الإشكالية وهذه المعضلة من أطراف مؤسساتية، أطراف ثقافية، أطراف يعني متعددة. وأتمنى أن يخرج هذا اليوم الدراسي بتوصيات من بينها التوصية الأهم وهي خلق مرصد جامعي يهتم بهذه بظاهرة العنف حول الفضاء الرياضي. وسوف يكون هذا المرصد أتمنى بداية لعمل طويل نحاول من خلاله أن نفهم جذور هذا الداء وأن نحاول جميعا أن نجد حلولا واقتراحات. الحلول لن تكون جاهزة ولكن هو عمل طويل وميداني نحاول من خلاله تفكيك يعني هذه الإشكالية والعمل على. إذن المرصد شيء مهم جدا لتتبع هذه الإشكالية الاجتماعية التي تهم المجتمع بصفة عامة والشباب المغربي بصفة خاصة. العنف في الملاعب هو سلوك اللي كتبقى عليه جميع تعريفات ديال سلوكات العنف كما كانوا خارج الملعب ولا فالعنف هو واحد السلوك اللي عنده واحد العوامل الداخلية وعوامل الخارجية. العوامل الداخلية عندها علاقة بالشخص بالنوروبيولوجيا ديالو بالشخصيه ديالو واش مريض ولا ماشي مريض الطابع ديالو واش كتعطى المخدرات ولا كتعطاش المخدرات وايضا النظره ديالو للامور يعني النظره المنظور لا بيرسيبسيون اللي عندها علاقه بالدماغ بوظائف الدماغ الى اخره. هذه امور هي عوامل داخليه وكاين عوامل خارجيه. العوامل الخارجيه هي كل ما كتعلق بالبيئه يعني اش من نوع من ثقافة، اش من نوع من 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 تربية، اش من نوع من مدرسة، اش من نوع من أسرة عندنا، اش من نوع من زنقة عندنا، اش من نوع من ملاعب عندنا، اش من نوع من مؤسسات عندنا، اش من نوع من مقاربة أمنية عندنا، اش من نوع من صدمات اللي تعرض لها هذاك الطفل مثلا في الحياة ديالو، اش من نوع من 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 التربية اللي عطيناه بالنسبة للاحترام الاخر، احترام البيئه، احترام القانون. هذه كلها هذه المقاربات اللي هي معقده لان هذا واحد الموضوع معقد الاخ الكريم وما يمكنش نبسطوه ولا نعطيه تاويلات مبسطه ولا تبسيطيه اللي هي خاطئه اصلا. فاحنا ارتئينا ان هذا يعني الاجتماع يكون واحد النوع من التفكير الاكاديمي سبقوه يعني سبقوه العشرات ديال الاجتماعات الاخرين ولكن بغينا يكون شمولي، يكون واحد النظره شموليه اللي فيها ما هو نفسي، ما هو عقلي، ما هو سوسيولوجي، ما هو انثروبولوجي، ما هو اقتصادي، ما هو امني، باش يكون واحد النوع من النظره كما قلت لك شموليه واللي يمكن تنتج عليها واحد النوع من التوصيات. انا المداخله ديالي كتطرق لكل ما هو العوامل النفسيه والعقليه ديال سلوكات العنف لانه ما يمكنش نتعاملوا مع سلوكات العنف وخصوصا ما يمكنش نقوموا بسياسه اولا بواحد المقاربه ديال الوقايه لواحد السلوكات الا ما عرفناش هذيك السلوكات العوامل ديالها. لان الوقايه كتاسس الاخ الكريم على
الفهم الدقيق ديال العوامل ديال داك العنف وباش يمكن نطرقوا ليها. فهذا هو المداخله ديالي، المداخله ديالي غتكون حول العنف وما هي العوامل ديالو النفسيه والعقليه.